بيقول ما حكم من ترك الصلاة 3 سنوات؟ هل يكثر من السنن على رأي بعض الفقهاء أم يقضي تركها عمدا؟ الشافعية يقول لك تارك الصلاة عمدا عليه أن يقضيها، ولكن هنا لأنها كثيرة حد الكثرة والقلة ما زاد عن صلاة 5 فرائض يبقى كتير، 5 فرائض فأقل يبقى قليل، اللي فاتوا 5 فرائض يقضيهم على طول يسهر الوقت يخلصوا. طب اللي فاتوا 3 سنين صعب، فعليه في الحالة دي انه هو يقضي صلاة 3 سنين، يعني يصلي مع كل فرد 2 فرائض او مع كل فرد 3 فرائض لمدة سنة، يبقى كده قضى صلاة 3 سنين كويس، وينوي القضاء مما فات، وكل ما يجد لنفسه همة ويوم مش جاي له نوم بالليل يقعد بالليل كده يجيب كراسة ويكتب كده ان اليوم كده صليت صلاة يوم، صلاة يوم تاني، صلاة يوم تالت، لحد ما يجمع ويملك كراسة يعرف انه خلص 3 سنين يقول الحمد لله، ما يعملش كده تاني. واضح؟ يبقى عليه ان يقضيها، ولكن يقضيها يقسطها على اوقات متفرقة. فلو كانت السنن تتعارض مع قضاء الفرائض يبقى الفرائض اولى، يبقى قضاء الفرائض اولى، يبقى يصلي من السنن بس سنة الصبح وسنة المغرب والوتر كويس، دول ما يقطعهمش. وبعدين طب ما كان السنن التانية يصلي فرائض مما فاته،